أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع. هذا المعرض الذي يكتسب أهمية خاصة بناء على المتغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة وما يفرضه واقع منطقتنا من الحديث عن قيام تحالفات جديدة أو البحث عن شراكات إقليمية جديدة. عموما للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في الاستوديو الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. دكتور دائما نسعد بوجودك معنا في البحرين. يشرفني الحضور معكم وأنت ومشاهديك الكرام. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يعني نشاهد في المعرض هذا في جلسات المؤتمر وحتى المتابع للشأن السياسي والعسكري حديث كثير عن أهمية قيام التحالفات العسكرية السياسية وما إلى ذلك. هل الحديث عن التحالفات هو حديث جديد أم هو حديث قديم وهناك أمثلة على ذلك لكن ما تمر به المنطقة أكسبه أهمية مضاعفة أو كبرى كما يقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً التحالفات والهياكل العسكرية ليست شيء جديد على الشرق الأوسط بشكل عام أو على منطقتنا بشكل خاص. يعني يوسفني أن أقول أننا نعيش في بيئة إقليمية سيئة الجيرة. تفجر الصراعات في كل عقد، تفجر الصراعات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. إذا رجعنا هل هي قديمة أو حديثة، فالتحالفات والهياكل العسكرية قديمة في هذه المنطقة منذ مطلع القرن العشرين أو حتى أوضحها كان في منتصفه. يعني نستطيع أن نشير إلى حلف بغداد مثلا، نستطيع أن نشير إلى أن الخليج العربي كان في الحزام الجنوبي المناول الشيوعية أيام الشاه، أيضا كنا في أكثر من هيكل عسكري. حاليا أصبح من اليسر أن نوصف هذه الهياكل العسكرية أو التحالفات هناك، وما يؤسف أننا نستطيع أن نصفها بدون تحفظ. هناك هياكل شريرة وهناك هياكل خيرة تحاول حفظ أمن بلدانها. لو نظرنا حولنا لوجدنا من ضمن هذه الهياكل جماعات إرهابية انقلابية متمردين. أن أستطيع أن أتحدث عن حزب الله، عن الحوثيين، عن القوات العاملة في العراق، في سوريا، الحشد الشعبي. هناك الكثير من الهياكل الشريرة التي تزعزع المنطقة وتزعزع الإقليم، مما أوجد ضرورة خلق هياكل أو تحالفات خيرة لحماية واستقرار المنطقة. وكان من ضمن هذه الهياكل أولاً التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، التحالف الدولي أيضاً لمحاربة داعش. فهناك الكثير من الهياكل على ضفتي الخير والشر أو من معنا ومن ضدنا في هذا الإقليم. التحالفات اللي ذكرتها دكتور هي تحالفات قامت للتصدي لظرف آني، يعني التحالف إعادة الشرعية بعد الانقلاب الحوثيين في اليمن، تحالف في محاربة الإرهاب بعد ظهور داعش وتغولها وما إلى ذلك الآن، وحتى تحالف الرباعية لتجفيف منابع الإرهاب مثلا. هل نحن الآن بحاجة إلى تحالف من نوع آخر، تحالف لا يكون كردة فعل ولكن تحالف استراتيجي قائم يجعل دولنا في مأمن، لأنها تكتل كبير؟ يعني الدول الآن العظمى العالم لا يحترم ولا على الأقل يقدر التكتلات الصغيرة، وإنما تزداد أهمية التكتلات الكبيرة وبالتالي التحالفات الثابتة الاستراتيجية. بدون شك كلامك صحيح، لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر أو دول مجلس التعاون لم تكن غافلة، دول مجلس التعاون خاصة لم تكن غافلة عن هذا الأمر. فلدينا الكثير من التحالفات لحفظ أمن الخليج، من ضمنها ما يندرج تحت نظام الأمن الجماعي كدرع الجزيرة ومجلس التعاون نفسه، فهو حلف سياسي أو منظمة إقليمية بشكل ما، هي نوع من التحالف. ما أريد أن أشير إليه أنك ذكرت أنها تكون ردة فعل، هي لا نصفها بأنها تحالفات ردة فعل بقدر ما هي تحالفات مرحلية. يعني مثلا من ضمن هذه التحالفات أو هي ضرورة متغيرات المرحلة. نعم وقد تستمر وقد لا تطول. من ضمن هذه أستطيع أن أشير مثلا إلى
قوات الواجب البحري، الكثير من الناس لا يعرف عن يسمونها السي تي اف 150 151 152، هذه موجوده في الخليج العربي، شمال الخليج العربي، موجوده في 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 جنوب الخليج العربي، وموجوده ايضا في مضيق باب المندب لحفظ الامن، كانت ضد البايروسي، القرصنه، ضد الارهاب، ضد التهريب. هذا النوع من التحالفات، هذا التحالف البحري مثلا يضم 28 دوله كانت قيادتها لمملكه البحرين، ثم اصبحت لدوله الكويت، ثم لدوله الامارات، فتتناوب قيادتها الدول المطله على الخليج العربي. فمثل هذه التحالفات ليست رده فعل مؤقته، يعني القرصنه تهديد دائم، الارهاب للاسف اصبح بعد دخولنا في فتره الحروب اللامتناظره، يعني اول في فتره سابقه جيوش متقابلة، نعم. جيوش نظامية، نعم. الآن أصبح من السهل أن تشكل من شذاذ الآفاق وحدة عسكرية تحقق أهدافك السياسية، فأصبحنا نسميها حتى من أفراد، يعني الذئاب المنفردة كما يسمونه، نعم، مسمى الإرهاب. فأصبحت ضرورة تواجد هذه الهياكل العسكرية دائمة وليست مؤقتة، هي مرحلية، هو التسمية الأفضل أنها يعني مرحلية أكثر من أن نقول أنها لردة فعل، لأن الأحداث تتطور ويجب أن يكون هناك ما يوقف مثل هذا الخطر، وقد تقتضي أحداث أخرى، أشكال أخرى من التحالفات أو من الكيانات، نعم، مستقبلا، نعم. دكتور، ذكرت يعني شيء في غاية الأهمية، نحن في منطقة لها الكثير من الخصوصية، يعني سيئة الجيرة كما ذكرت، وهذا دليل لأسف. يعني مع الأسف إيران الجار اللدود مثلا، وحتى يعني على الجانب الآخر في الشمال الغربي من منطقتنا الخليجية العربية هناك إسرائيل على سبيل المثال أيضا، ولكن أيضا هذه المنطقة لها خصوصية أخرى، هذه منطقة هناك دول الكبرى لها مصالح فيها، نعم. منطقة يعني دولها منفردة، هي ليست كثيفة يعني الكثافة السكانية، كبيرة الامتداد الجغرافي باستثناء المملكة العربية السعودية، كل ذلك يجعل من التحالف بين دول المنطقة حاجة ملحة أكثر من غيرها. دكتور، اولا عندما اقول نحن نعيش في بيئه اقليميه سيئه الجيره، نعتمد على يعني معطيات، من ضمن هذه الاشياء ان لدينا وفره في المال، لدينا وفره في التدين، لدينا وفره في البشر، وهذا يتصف فيها الخليج العربي كله، عفوا الشرق الاوسط كله وليس الخليج العربي، جعل النزاعات سهله في منطقتنا، جعلنا مطمع للاخرين ونقطة تجاذب للتيارات الفكرية حول العالم للأسف. هذا الأمر هو ما جعلنا يعني تنصب لدينا التحديات أو تنعكس ما يجري في العالم، ينعكس عندنا بيسر لهذا التنوع الموجود، يعني للتمسك ببعض الثوابت، مثلا الدين ليس مثل العقائد الزائلة، الدين من أهل الدار عندنا في هذا الجزء من العالم. فعندما يكون تحدي بالنسبة للغرب نوصف بالإرهاب، من السهل وصفنا بالإرهاب بحكم التزامنا بديننا وبالإسلام. العقائد الأخرى أو الأيديولوجيات الأخرى تمرنا مرور الكرام، يعني تمرنا الشيوعية، تمرنا القومية، تمرنا وتذهب، فيبقى لدينا ثوابتنا. أيضا الوفرة المالية أو الوفرة المادية جراء وجود النفط، ايضا الوفره البشريه بحكم اننا جزء من الشرق الاوسط كثير البشر، هذه الاشياء هي التي جعلتنا جيره سيئه بحكم اطماع العالم او بحكم الصراعات الداخليه نفسها. الان دكتور، حينما نتحدث عن وجود كيانات خليجيه عربيه في هذه المنطقه شهدت تحدي لربما هو الاكبر منذ استقلالها، ما حدث في 2011 في عالمنا العربي، هل هذا الدرس نستطيع أن نصفه بعلامة فارقة جعلت الكل يتحدث الآن بأن ما حدث في 2011 وإن كان قاسي قد يحدث ما أقسى منه أو ما هو أقسى منه، ولذلك يجب أن نكون مستعدون للقادم؟ تتحدث عن الربيع العربي بشكل عام أو ما حدث في البحرين؟ أنا أتحدث عن الربيع العربي بشكل عام، عن دولنا العربية بشكل عام. الربيع العربي طبعا نحمد الله خرجنا من الربيع العربي، في الخليج العربي خرجنا أقل الخاسرين يعني من مما جرى في الربيع العربي، بل أن هناك من يقول أن دول مجلس التعاون خرجت أكثر قوة مما كانت، يعني لا يخفى عليك وعلى مشاهد الكريم أن كنا في زمن الربيع العربي
أو قبل الربيع العربي كنا قوة اقتصادية فقط، لم يكن ينظر لنا كقوة سياسية. خلال الربيع العربي تشكلت قوة سياسية وأيضا تشكلت قوة عسكرية. بعد الربيع العربي شاهدنا تشكل قوات إعادة الشرعية في اليمن والتحالف ضد الإرهاب، فأصبحنا بعد الربيع العربي قوة سياسية، قوة اقتصادية وقوة عسكرية. ودائما أنا أكرر هذا الكلام، أن قد يكون الربيع العربي مر ككارثة على الكثير في الشرق الأوسط، لكنه مر بإيجابية لأن كياناتنا كانت قوية. يعني الأنظمة الخليجية كانت، لم يكن هناك أرث عداء بين الشعوب والأنظمة أو بين الحكومات وشعوبها، فاستطعنا تجاوز هذه الأزمة أكثر قوة من غيرنا. يعني هناك من يقول أيضا أن الخليج العربي كان هو مطبخ الجامعة. أنا فقط أنوه، لأن لو سمحت للدكتور، بما أن ما نشاهده الآن من هذه اللقطات هي للفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع، يعني هذه بعض الاستعراضات العسكرية، وهذا المعرض شهد الكثير من الفعاليات المصاحبة، والمؤتمر أيضا طرح فيه الكثير من الندوات، لعل من أحد أبرز محاورها محور التحالفات العسكرية أو التحالفات الاستراتيجية الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن مع ضيفي الكريم الدكتور ظافر العجمي. نترككم مع هذه اللقطات ونستكمل حديثنا مع الدكتور. أنا كنت بشير أقول بأن بشير تفضل دكتور. ما أشرت له يعني أن نتحدث وفي نفس الوقت نرى عرض عسكري أو مهارات لبعض الأسلحة أو نعم الآليات العسكرية. الآليات العسكرية هذا هي النقطة الإيجابية لمثل هذا المؤتمر، أن يجتمع الخبير والصانع تحت سقف واحد. يعني أن يكون الخبير العسكري يعطي فكرة العسكري في قاعة المحاضرات أو في قاعة المؤتمر، واستمعنا اليوم إلى أوراق جادة جداً، في نفس الوقت نشاهد تطبيق لهذا الأمر من خلال المعدات العسكرية التي تعرض وتستعرض قدراتها أمامنا. فاجتماع الخبير والصانع هو العلامة الفارقة لمثل هذا التجمع. يعني لا يحدث كثيراً أن ترى في المؤتمرات أن يكون صانع السلاح موجود ويطبق العقيدة القتالية أو العقيدة التي تطرح كفكر عسكري في المؤتمر. هذا علامة فارقة لهذا المؤتمر، أن الخبير والصانع تحت سقف واحد. جميل، وربما هذا أهم ما ميز مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الأول للدفاع. كنت تتحدث دكتور، وقد أنا قطعت كلامك اسمح لي، بأن الخليج العربي أصبح مطبخاً للتغيرات والتحالفات في المنطقة. نعم، ما أردت أقوله أنه خلال الربيع العربي أو جراء ما حدث، الكثير من الدول العربية اللي كانت تعد الدول العربية الكبرى أو مرجعية صنع القرار تغيرت الأمور فيها، من مصر إلى سوريا إلى العراق، إلى أصبح الملاذ لنظام الأمن العربي هو دول مجلس التعاون والخليج العربي. فخلال فترة الربيع العربي كان مطبخ الجامعة العربية يدار من دول مجلس التعاون، حتى نستطيع الخروج سالمين من هذه العاصفة التي حدثت، سواء كانت عاصفة مطيرة بالخير أو كانت عاصفة وسببت الكثير من الدمار. يعني الصورة تقرأ من جانبين، أحد يرى أن الربيع العربي أسقط الكثير من الطغاة مما يخفف العبء على الكثير من المواطنين أشقائنا العرب، وآخر يقول لا، أنها أتت بالدمار وسببت الكثير من المشاكل. دكتور، من هم هذه المواطنين؟ هؤلاء المواطنين مشردون الآن في 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 لا بس لكن في البحار ومسجونين لا بس لكن سقوط القذافي أعتقد أنه مكسب كمثال مثلاً. زعزعت يعني ما جاء به الربيع العربي مآسيه تساوي أضعاف، يعني مضاعفة عن إن كان له إيجابيات وحسنات. يعني أوروبا ملأ باللاجئين مشردين في كل مكان، من سوريا ومن العراق، وبلد مثل العراق قد يقسم وهناك مخطط فيه، ويعني لا أعتقد بأننا ننظر لهذا الخريف العربي نظرة إيجابية دكتور. يعني لا، يعني نتفق أو نختلف هذه قضية ثانية، لكن مخرجاته لا شك أنك نستطيع الاستفادة من كل شيء نمر به، نتعلم من درسه كان على الأقل كان خيرا أو شريرا. فالربيع العربي أسقط كثير من الطغاة، أنا سعيد بزوالهم من المشهد السياسي. الآن أن تدير هذه الشعوب أمورها وتنهض مرة أخرى، هذا ما نتمناه لها جميعا، لكن أن نقول جميعه شر معناها نظرة سلبية مغرقة. يعني فأنا أتمنى إن شاء الله أن تنهض هذه الدول بعد أن تخلصت من الكثير من الطغاة اللي كانوا يديرون
أمور هذه البلاد. دكتور، يعني حينما نتحدث عن دور التحالفات العسكرية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، هل فقط العمل العسكري قادر على إيقاف وتحجيم وتقويض انتشار الإرهاب والفكر المتطرف، أم نحن بحاجة إلى استراتيجية أوسع من ذلك؟ لا، بدون شك هي عمل متكامل في نواحي عدة، وليس العمل العسكري. يعني من أين يبدأ؟ الإرهاب يبدأ بكلمة من 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 خطيب جاهل أو من رجل سياسي استغلالي أو من مصادر عدة، تبدأ بكلمة فتؤجج أما غرير وصغير بالسن أو إنسان جاهل فيندفع لمثل هذه الأمور أو الأعمال الإرهابية. فيجب أن تبدأ عملية مكافحة الإرهاب تبدأ من البيت، من المدرسة، من المجتمع نفسه، وليس في ميادين القتال مع الإرهابيين. هناك نقطة أحب أن أشير إليها في التحالفات العسكرية في التعامل مع الإرهاب. يعني ذكرنا في البداية أنها كانت جيوش نظامية تحارب جيوش نظامية. نعم. الآن أصبحت هناك هياكل عسكرية أو ما يسمى الأيسومتريك الغير متناظرة. الآن لاحظنا مؤخرا هو ازدياد تشكيل القوات الخاصة في الجيوش حتى تكون ندا لمثل هذه التنظيمات القتالية. أنا أثلج صدري اليوم أن أرى في وزارة الداخلية البحرينية والحرس الوطني، وأتحدث مع الشباب اليوم في الحرس الوطني البحريني وفي وزارة الداخلية اليوم عن القوات الخاصة ودور القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب. يعني بعض المرات الجيش النظامي لا يملك الموبيليتي أو سرعة الحركة حتى يتعامل مع الأسلوب القتالي الذي ينتهجه الإرهابي. فأنا أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، سواء من خلال تأهيل الأبناء من خلال المجتمع أو من خلال التعامل مع الإرهابيين بتشكيل وحدات متخصصة للتعامل مع الإرهاب بدل عسكرة الشارع وإجهاد رجال القوات المسلحة أو الشرطة في أعمال لم يؤهلوا لها أصلاً. فأنا أعتقد الوحدات التخصصية المتخصصة والقوات المتخصصة هي الحل لمثل هذه الأمور. جميل. دكتور، لو سمحت لي إذا أعود معك للحديث عن فكرة مواجهة التطرف والإرهاب. يعني الآن الكثير يتحدث عن كيف وصل الإرهاب إلى ما وصل إليه، كيف مر التطرف بكل هذه المراحل حتى وصلنا إلى نتاجاته الأخيرة. دعنا من كيف بدأ القاعدة وكيف كان وجودها في أفغانستان، ومن ثم يعني تشكلت بعد ذلك طالبان وداعش وخلافه، ولكن الحديث عن التعصب، التطرف الفكري، يعني هذا الذي يجب التصدي له وإلى بذورها التي تنتشر هنا وهناك، الفكر المتطرف، الكراهية وما إلى ذلك، الشباب الذي قد يغرر به أو هو يائس، أو لأن من يتحدث الآن عن مواجهة التطرف يتحدث عن أيضا مواجهة واقع معاش في دولنا، التعليم، المنابر وما إلى ذلك. يا دكتور، هذا لا يقل أهمية عن خلق تحالفات في مواجهة التطرف ومواجهة الدول التي تدعم التطرف أيضا. صحيح. يعني دعني أقول لك، هناك حقيقة أن التطرف أو الإرهاب صناديق استثمارية واعدة. صناديق استثمارية واعدة للكثير من الدول تستثمر في الإرهاب. يعني أن يكون لديك دبلوماسيين وسفارات وجيوش، هذه كلفة بشرية وكلفة اقتصادية، كلفة مالية. بينما تستطيع أن تحقق بعض هذه الأمور بأن تتكفل برعاية وحدة إرهابية، وكما نرى جارتنا إيران هي تقوم بهذا العمل. هي تفرز الكثير من الجماعات الإرهابية على شاكلة حزب الله، على شاكلة الحوثيين، على شاكلة وحداتها الحشد الشعبي أو وحداتها في سوريا. فهي تستثمر في هذا الإرهاب لتحقيق أهدافها الوطنية، وحتى لا تقوم بالجهد الدبلوماسي المطلوب كما هو على أصول الدبلوماسية، ولا تقوم بخلق جيش قادر على أن يحقق أهدافها أو سياستها التي تريد. فكما قلت، للأسف أن الإرهاب أصبح ينظر إليه كصناديق استثمارية واعدة، تستثمر في الإرهاب تحقق كل ما تريده، وهذا ما نراه في دول عدة للأسف تقوم بهذا العمل ونحن الضحية. فأنا أعتقد أن الإرهاب
ليس فردي وليس ذئب منفرد وليس حالات شاذة، أصبح دوليا أيضا، أصبح هناك دول تدعم الإرهاب وتغذي الإرهاب وتحقق أهدافها الوطنية من خلال الإرهاب. نحن في دول الخليج بهذه الجيرة السيئة، بإيران التي لديها طوابير خامسة تدعم الإرهاب، تنشر فكر متطرف، وأيضا لها أتباع تمولهم، تدعمهم فكريا، تدعمهم إعلاميا، تحاول أن تخلق الآن لدينا نماذج أحزاب الله أخرى كما في لبنان، والآن هي تسعى لذلك في دولنا الخليجية. هل يمكن مواجهة ذلك فقط بمواجهة الجماعات التي تدعمها إيران، أم نحن يعني في حاجة إلى مواجهة من شكل آخر دكتور؟ أولا إيران، كيف تنظر إيران لحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين وجماعاتها في سوريا؟ تسميهم بمفردة المكملات الاستراتيجية. المكملات الاستراتيجية بمعنى أهداف إيران العليا التي لا تستطيع تحقيقها، يستطيع هذه الوحدات أو هذه الهياكل أن تحقق هذه الأمور، فهي مكملات استراتيجية لإيران. الآن هناك بارقة أمل، وكما يقال كل آفة عليها آفة. زين، فالآفة الإيرانية إن شاء الله نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، التعامل مع قضية العصر أو ما يهمنا في الخليج العربي، الاتفاق النووي الإيراني أصبح ينظر لها من منظور آخر، أدخلنا فيها، وأول من تحدث عن هذه هو الشيخ معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن خالد محمد. بن أحمد نعم. قال أن هناك جزئية في ثنايا الاتفاق النووي وهي 3-3-2-2-3-1 نعم. التي تتحدث عن أن من ضمن الاتفاق النووي ألا تبث إيران أو تزعزع أمن المنطقة أو نعم. جيرانها. صحيح، هذا الأمر مسكوت عنه. هذا هو المدخل الذي نستطيع الدخول بقرارات أممية على إيران من خلال هذا المدخل. يعني إيران لم تتوقف عن زعزعة الأمن في جميع دول مجلس التعاون، ابتداء من خلية العبدلي للخلايا التجسسية، لم تتوقف حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. فأنا أعتقد لدينا في البحرين، في السعودية، في البحرين، في كل مكان، في كل مكان. أنا أتحدث عن نعم. شيء مثلا نعم. قريب، يعني خلية العبدلي لم يمضي عليها شهرين أو 3 أشهر حكموا فيها. فأنا أعتقد أن هناك مدخل لتحجيم إيران. الحوثيين يوميا يا دكتور، لتحجيم إيران. أعتقد أن العالم مقبل إلى النظر إليها، يعني يكفي هذا التلاعب. الاتفاق النووي تم ولم يؤخذ رأينا فيه، بينما نحن الضحية الأولى ونحن أدرى بالتجاوزات التي تقوم بها إيران في هذا المنحى. فإيران بإرهابها ليس فقط بتغذية مكملات الاستراتيجية، لكن أيضا حتى بعلاقاتها الدولية من خلال القرارات أو الاتفاقيات التي توقعها مع دول أخرى ما زالت على غيها. لكن إن شاء الله كما قلت أعتقد أن هناك توجه جديد للحزم مع إيران، وأفضل توجه هو ما تحدثوا عنه مؤخرا، إنه إعادة العقوبات والحصار. صحيح. الدبلوماسي. صحيح، وهذا ما يبدو أن إدارة الرئيس ترامب تسعى له. نعم. دكتور. نعم. دكتور، ونحن في هذا المعرض الذي يعني خصص للصناعات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية، هل ممكن أن يكون هناك في دولنا الخليجية قيام لصناعة عسكرية تكون حقيقية، يعني قادرة على الأقل وإن لم تستوفي كل الاحتياجات، ولكنها صناعة يعني تكون قادرة دولنا من خلالها أن تحمي نفسها؟ يعني من ميزات العمل العسكري أو من الأمور التي يجهلها الكثير أن العمل العسكري يتصف بالسرية. هذه السرية قد لا يطلع عليها الجميع، لكن ما أحب أن أقول أن لدينا صناعة عسكرية متقدمة. لدينا عسكرية، صناعة عسكرية واكتفاء في مجالات عدة. لدينا اكتفاء في مجال الذخائر، لدينا اكتفاء في عدة مجالات أخرى. الصناعة العسكرية الخليجية تسير بخطوات جيدة. هناك تقدم، يعني قبل أسبوعين أنا كنت في معرض أو كنت في مؤتمر في الكويت للقوات البحرية، وتحدث أخ من أبو ظبي عن الصناعات السفن الحربية والمدنية في أبو ظبي. هناك صناعة زوارق متقدمة، صناعة حربية متقدمة. الآن في هذا المعرض شاهدت آليات ومعدات صناعة سعودية، صناعة الفيصل سمعت عنها، آلية بحرينية سمعت عن. هناك العديد، هناك صناعة عسكرية، يعني
لم تعد الصناعة العسكرية حكراً على الدول العظمى ولم تعد سرية، أصبحت هناك ثقة في دول مجلس التعاون أن تقوم بالصناعة التي تنوي أن تقوم بها، أصبح هناك نوع من الاتفاقات أن تكون كل أن يكون كل عقد يتم التعاقد معه مع دولة أجنبية لتوريد سلاح أن توطن صناعة هذا السلاح أو على الأقل جزء منه. تكنولوجيا لا أريد المستمع أو المشاهد الكريم أن يعتقد أننا مجرد في الآليات الثقيلة، لا، هناك شيء يثلج الصدر في مجال الأفيونيكس، في مجال الاتصالات، في مجالات عدة. صحيح. دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة جدا في هذا في المجال، المملكة العربية السعودية الآن شاهدت الموجود هنا في البحرين، هناك دول عربية دول خليجية تسير في هذا المضمار. الآن نأتي لقضية توحيد هذه الصناعة، توحيد هذه الصناعة بحكم أنك يدخل فيها القطاع الخاص بشكل ما ويجب تشجيع القطاع الخاص. أنا أعتقد أن نضعها تحت سقف واحد ليس هدف بحد ذاته، يعني كما قلت كل دولة خليجية توقع مع شركة أجنبية هناك جزء من هذا المال يستثمر داخل البلد من نظام الأوفسيت، فهذا المال من الشروط أن يستثمر 25% أو ما شابه هذا لإقامة صناعة أو توطين صناعة محلية. فنعتقد أننا نصير في الطريق الصحيح وهو سوق واعد إن شاء الله، وسنرى عن قريب يحقق الاكتفاء لنا في مجالات على الأقل نحن بالضرورة لها، يعني أن تشتري دبابة أو طائرة أنت لا تبدلها كل يوم، بينما تدخل معركة أنت في حاجة إلى ذخيرة بوتيرة كل يوم، فمثل هذه الصناعة هي التي نحتاجها. صناعات مهمة، ونتمنى أن يكون معرض مؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع هو إحدى الخطوات المهمة، مثل ما ذكرت يعني الصانع موجود والمفكر الاستراتيجي موجود. كل الشكر والتقدير لك الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج على ما تفضلت. شكرا جزيلا لتواجدي وشكرا على الدعوة. شكرا لك دكتور. كما أشكر لكم حسن المتابعة، على أمل اللقاء أترككم وفي أمان الله.